بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة غرباء الشام للإعلام تقدم. الحمد لله، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من شيء شئت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على أن وفقتنا بالحمد، نصرتنا من قلة، رفعتنا من ذلة، أطعمتنا من جوع، سقيتنا من ظمأ، كسيتنا من عري، هديتنا من عمي، خلصتنا من جهالة، أكرمتنا بالإيمان، أنقذتنا من الكفر والفسوق والعصيان. فسبحانك سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا ذكرناك حق ذكرك. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنا الشوك والمحمى من الأبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات، ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا رسول الله، طلع في أفق الوجود بدره، وسطعت فيه شمسه، بعثه الله بالبيان، فأظهر دينه القويم على سائر الأديان، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد، وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضيع، وسنته بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي هو عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم، صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني،
اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلماتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد، أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. يا عباد الله، مما لا ينكر عندي أو يرد أن هناك هجمة استئصال تزحف على الأمة ليلا نهارا، وأن هناك نية مبيتة كانت خفية وصارت سافرة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، نية من قبل أعداء هذه الأمة، أعداء دينها، أعداء شرعها، أعداء أرضها، أعداء عروبتها، أعداء أوطانها. ولست مبالغ بالقول إذا قلت أعداء الإنسان، طالما أنه ينسب للا إله إلا الله ويحسب على جمهرة العرب والمسلمين. هجمة استئصال زاحفة ونية غدر مبيتة وكيد منظم. نستطيع أن نقول بأن المؤامرة مثالية، أحكمت فصولها، رتبت أوراقها، برمجت أولوياتها، وقف منفذيها كل ينتظر دوره في التنفيذ. إن من أعدائنا الظاهرين المعروفين، وإن من بني الجلدة المتآمرين الموتورين الغادرين، كل ينتظر دوره في التنفيذ. ويا لبشاعة الحقيقة حينما نعلم بأن دور الأعداء يتلخص في التخطيط والتنظيم والبرمجة والترتيب وتوزيع الأدوار وتمويل العملية، أما الأدوات المنفذة فيا للهول إذا قلنا بأنها منا وفينا. جزء ينفذ بعماله، يحطم أركان دين وأمة، يتآمر على عرض وأرض ووطن وهوية وقضية، منهم على العروش ومنهم على الفرش ومنهم على موائد الكروش، عمالة واضحة. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومن الأدوات المنفذة همج الرعاع، يساقون سوق قطيع العجماوات، يصبحون جزءا من هذه الهجمة وجزءا من التنفيذ دون أن يدروا. ينساقون ببرمجة عدائية كفرية أحسنت في التخطيط وأحسنت في العمل وأحسنت في الجد والبذل، فأخرجت منا جيلا واسعا وشرائح متعددة ليس لها هوية وليس لها قضية وليس لها هدف كبير، تعيش على الهامش، مرتبتها في الأرقام صفرا، ليس لها دورا ولا ثغرا، تتفرج كالبلهاء أو بعين حولاء أو بعينين عمياوين لا ترى ما يجري، أو أنها ترى ولا تهتم بما يجري، أو أنها تهتم
ولكن لها أولويات من مشاغلها وشهواتها الأنانية وأمورها الشخصية صرفتها عن هجمة تستأصل أمة وتبيد دينا وتفني كيانا ووجودا. أدوات الهجمة منا وفينا، وجزء منا وفينا طيب بسيط ساذج لا يدري بشيء، يريد أن يفعل الخير فلا يصيب كبده بسهم المراد الإلهي، يريد أن يبذل وأن يحسن وأن يقدم، يتألم في داخله، مجروح الفؤاد، كلم النفس، دامع العين، يرقب المشهد من حوله ولكنه مشلول الحركة، لا يدري ماذا يفعل، لا يعلم أين يذهب، يجهل تماماً ماذا يمكن أن يقدم، فيكتفي في ليله ونهاره، يطلق الحسرات والزفرات والآهات، ويسيل دمعة ساخنة حزينة، وفي القلب لوعة وحرقة ونار، وفي النفس فيها ما فيها من الألم والحزن، ولكن هو مقيد مشلول بعجزه، مشلول بعدم إدراكه، مشلول بعدم قدرته على فعل شيء مع طيبته، مع صدقه، مع إخلاصه. وهؤلاء غالباً أيها الأحبة ضحايا من يقفون على المنابر الدينية أو السياسية أو الإعلامية أو التربوية أو الثقافية، الذين لا يحسنون توجيه الأمة وصنع طريقها الواضح للسير نحو هدفها وصد عدوها وإفشال المخطط الكبير الذي يحدق بها في هذه الآونة. يا عباد الله، أقول نوايا الأعداء كانت مبيتة، كانت مستورة مخبوءة، صارت واضحة للحيان. وإذا أردنا أن نأخذ أنموذجا بسيطا جدا، أنموذجا واضحا لهذه الحقيقة التي أذكر، هو ما يعد لهذا البلد، ما يعد لبلدكم. البارحة أمريكا، لا أدري هم يضحكون علينا أم يضحكون على أنفسهم أم يضحكون على عملائهم أم يضحكون على من، أمريكا تصرح البارح، قال ولأول مرة، بأنها تدعم وتساند المجموعات السورية دينية كانت أو سياسية أو فكرية، مجموعات المنفى، مجموعات اللقطاء، مجموعات الموتورين الحاقدين، تدعمهم دعما لا حدود له، تعطيهم ما يريدون، تعد لهم البرامج، تعطيهم التمويل الكبير، من أجل ماذا؟ من أجل أن يعيدوا سيناريو الجلبي في العراق، من أجل أن يعيدوا لنا دورا في هدم الوطن كما فعله عملاء العراق وكما يفعله الآن عملاء فلسطين. وأنتم ترقبون المشهد الدامي، تتحول فلسطين التي ضربت أروع مثل في الحفاظ على التوازن ووحدة الكلمة، في الحفاظ على ضبط النفس، وأن الرصاص الفلسطيني ما وجه يوما للصدر الفلسطيني، على اختلاف في وجهات النظر، وعلى اختلاف في القناعات، وعلى اختلاف في استخدام الأدوات والطرق للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، ولكن ما من فلسطيني أطلق نارا على أخيه، وما من فلسطيني وقف في خندقية المواجهة لأخيه، وما من فلسطيني جعل همه كيف ينال من أخيه. تتحول فلسطين بين عشية وضحاها إلى مسرح دام ينذر بحرب أهلية بمجرد نظر بسيط، لا نحتاج فيه إلى تلسكوبات ولا مجاهر ولا أجهزة رصد ولا أشعة تحت الحمراء، نرى أصابع CIA والموساد وبعض استخبارات الدول العربية في الجوار تلعب دورها القذر الواضح في تأجيج الفتنة الداخلية وفي إيجاد صراع أهلي لإماتة القضية الفلسطينية من جديد
ولكي يخرجوا شهادة وفاتها بزعمهم وأن لهم ذلك، وإنها آلام المخاض. في العراق وصلوا إلى ما أرادوا، واستطاعوا أن يعمقوا لحرب أهلية فعلية، مذهبية طائفية عرقية، يذبح أبناء العراق أنفسهم بأنفسهم، ومئات القتلى كل يوم في شوارع مدن العراق، لا يعرف القاتل. كنا نقول، أما نقول الآن الأمر صار واضحا، بتنا نعرف من القاتل، من الأدوات المنفذة، من الذين يطبقون هذه المجازر الدموية المأساوية. ويا للهول حينما نكتشف أن غالبيتها بأيدي أبناء العراق ضد أبناء العراق. يا عباد الله، تلفتوا من حولكم، الأمر يزداد خطورة يوما بعد يوم، وينذر بويل وثبور. وفي خضم هذه الأزمة والهجمة وهذا الألم الذي يعتصرنا، ما زلنا نسمع في الصباح والمساء من أبناء أمتنا وديننا، سواء كانوا أصحاب توجه ديني أو سياسي أو فكري، ما زالوا يرددون جميعا نظرية المؤامرة، وما زالوا يعيشون فيما يسمى عقدة المؤامرة. فما نحن إلا أدوات بسيطة يخطط لها الأعداء وينفذون مخططهم، وكل ما يجري على أرضنا وكل ما يجري حولنا وكل هذا الألم الذي يجري هو بمؤامرة نحن ما عدنا نملك معها إرادة. نحن أحجار على رقعة الشطرنج، نحن محكومون تماما من قبل الدول الكبرى ومخابراتها وعملائها، تفعل بنا وبأرضنا وبوجودنا كل شيء. وبالتالي فما من حاجة للكلام وما من ضرورة للحديث وللتحذير، فإذا ننتظر دورنا في موكب قطيع النعاج والدجاج، ننتظر دورنا للذبح، وهذا يكفينا. يا عباد الله، لا ينكر أن هناك مؤامرة، وكما قلت مؤامرة تنفذ بغالبية مساحة مكرها وكيدها بأيدي أبناء الأمة بعمالة مباشرة أو بغوغائية أو بسذاجة وطيبة مع شل حركة لا يملك أهلها قرارا، ولا يستطيعون أن يصدروا حكما في أداء ثور وسد ثغر. هناك مؤامرة، ولكن نحن أمامها لسنا مشلولي الإرادة، لسنا عاجزين، نحن أمامها لسنا حجرا على رقع شطرنج. نحن ما زلنا نملك تصورنا، نملك استقلالنا، نملك ردودنا، بدءا من رد الكلمة إلى رد الطلقة، وبدءا من رد الأنغام إلى رد الألغام. نحن ما زلنا نملك استقلالا كاملا في أن نواجه ونجابه ونحافظ على وجودنا وعلى ما تبقى من مساحة العز والشموخ في زمن الانكسار والذل والمهانة. نحن ما زلنا نقدر يا عباد الله على أن ننهض من جديد، على أن نكشف بعد المخطط، على أن نرجم العملاء، على أن نكشف الدخلاء، على أن نتوزع الأدوار، على أن ننهض بدور رسالي قيادي، نحمي أرضا وعرضا، نذود عن حما ووطنا، ندافع عن مقدس وكرامة، ونسترد ماضيا مجيدا عزيزا كنا فيه خير أمة أخرجت للناس. أبدا يا عباد الله، لا تصدقوا تلك العقدة، لا تخضعوا لها، عقدة المؤامرة التي يعزفون عليها في الإعلام والأفلام والأقلام. لا تصدقوا بأننا لا نملك شيء، ما زلنا نملك حتى في اللحظة الأخيرة من أنفاسنا. كيف يمكن أن يخضع مثلنا لعقدة المؤامرة فيستسلم، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قامت قيامة أحدكم وفي يده فسيلة فليغرسها. والقيامة تقوم، والكون يدمر من حولنا ويمزق، ونحن ما زلنا نغرس فسائل الأمل
ونغرس فسائل البناء ونغرس فسائل الثقة بإرادة وعزم وتصميم أكيدين. يا عباد الله، نحن ما زلنا نملك عقولا واعية، نملك ذكاء مميزة، نملك إرادة سامية، نملك همة عالية، ما زلنا نملك إرثا من التاريخ، تاريخ العز والمجد والفخار، ما زلنا نملك ثورة طاقة وهمة من هذه الأمة ننظرها في كل مكان تغلي كالي المراجل، ما زلنا نملك البشائر بالغد الآتي، ما زلنا نملك وعد المستقبل نطق به الصادق المصدوق عن رب العزة والجلال، ما زلنا نملك أيها الأحبة، ما زلنا نملك من خزين الألم ما يفجر بوابات الأمل، وما زلنا نملك، ما زلنا نختزن من آهاتنا وأحزاننا ما يصنع منا قوة هدارة جبارة تتحرك لتحرير أرض والثأر لعرض في كل مكان وحماية ما تبقى من أوطان. نعم يا عباد الله، نعم، أعجب من أبناء هذه الأمة كيف تحكمهم عقدة المؤامرة فيسقط في أيديهم وكأنهم لا يملكون شيء. ألم تعلموا بأنكم تنتسبوا لأمة هي الوحيدة التي عرفها التاريخ، عرفها تاريخ الإنسانية، هذه هي الأمة الوحيدة التي إذا دخلت بدينها وثقافتها وأخلاقياتها ومثلها وقيمها، إذا دخلت أي بلد أو أي حضارة وهي تزحف فاتحة ترفع أعمدة العدل والمساواة، هي الأمة الوحيدة التي إذا دخلت بلدا ما أو حضارة ما صبغتها صبغة كاملة شاملة بما تحمل من دين وعقيدة ومثل وأخلاق، هذه الأمة الوحيدة التي أزالت حضارات كاملة زائفة وأوجدت مكانها حضارات ربانية ما زالت أوابدها باقية إلى الآن. دخل المسلمون الأندلس بوابة أوروبا والأندلس تغط في جهلها وجاهلياتها ومعتقداتها وخرافاتها وهي جزء من الواقع الأوروبي المعاشينها، فما مرت عشرات السنين إلا وإسبانيا تحولت إلى الأندلس، زاهرة العالم تمددا وحضارة وعلما ورقية، انعكس كل ذلك على أوروبا وعيا وفهما وعلما وتنورا، ولكنهم جحدوا الفضل وأنكروه. هذه الأمة الوحيدة التي دخل فيها دين الغالب في دين المغلوب، جاءنا التتار من أجل استئصالنا، ولكن ما مرت السنون والأعوام إلا وبقوى التتار والمغول التي جاءت للإجهاز علينا تعتنق ديننا، تعتنق موروثنا، تعتنق تحمل أخلاقنا وتصوراتنا، وترجع لكي تصنع حضارات وحضارات في بلاد السند وما وراء النهر وفي بلاد تركستان وغيرها. انظروا إلى هذه الأمة، ما أعظم ما تحمل يا عباد الله، إنها الأمة الوحيدة التي غيرت حضارات وممالك وكيانات وصبغتها بصبغتها، فكيف تحكم بعقدة المؤامرة وكيف تستسلم وتيأس؟ كيف لهذه الأمة أن تستسلم لعقدة المؤامرة وهي تسمع أن هارون الرشيد في زمن قياسي بسط نفوذ هذه الأمة ومد سلطانها حتى ابتلع المملكة الرومانية كاملة ودانت له، وكان يقف على شرفة قصره وقد انسابت جيوش الفتح نحو القارات الخمس، كان يقف على شرفة قصره فيرقب الجهات الأربع على مد البصر ثم ينظر إلى السماء فيرى سحابة تسوقها الرياح فيبتسم ويقول لها أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. تمرد عليه
نقفور ملك الروم بعد أن قام بانقلاب على الإمبراطورية، على الإمبراطورة الرومانية، بعث إليه كتابا يقول فيه: من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، وبعد فإني امتنعت عن دفع الجزية، فافعل ما بدا لك، وبمجرد وصول كتابي إليك فأعد إلي ما أخذته منا في زمن الضعف. فيغضب هارون، أتدرون ماذا كان رده؟ قلب الرسالة وكتب على ظهرها: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، إلى نقفور كلب الروم، أما بعد فالجواب ستراه لا تسمعه، سأبعث إليك بجيش أوله عندك وآخره عندي، فتية يعشقون الموت كما تعشق أنت وأتباعك الخمر والحياء. هكذا كنا نرد. يقول القائل: ولكن أن لنا بمثل هارون، ومتى ستعود لنا أيام هارون؟ إن هارون الرشيد يوم جلس على سدة الخلافة أيها الأحبة كانت الفتن والخلافات تعصف بالأمة عصفا، وكان الأعداء في كل مكان يتوحدون للإجهاز على هذه الأمة، وكان لتلك المرحلة ظروفها القاسية كمثل هذه الظروف، ولكنها إرادة هارون وشعب هارون ورعايا هارون سمت بهم وحلقت. أتدرون كيف نتخلص من أن نحكم بعقدة المؤامرة؟ أن نتخلص ابتداء من عقدة الانهزام النفسي، من عقدة النقص أمام أعدائنا. يا عباد الله، ها هو الشيخ جمال الدين يمر يوما وإذا به تصادفه طلائع للتتار، فيأسرونه وتلاميذه ويأخذونه إلى القائد التتاري، فيقول له التتاري: من أين أنت؟ قال: نحن من إيران، وكانت إيران جزء من الخلافة الإسلامية التي مزقت والتي قطعت والتي نهبت نهبا. فضحك القائد التتاري، قال: من إيران؟ قال: نعم. قال: حتى الكلاب خير منكم. وإذا بالشيخ جمال الدين ببساطة يرد: صدقت أيها القائد، لولا أن أعزنا الله بالإسلام، صدقت لولا أن أعزنا الله بهذا الدين. فوقف القائل مذهولا: أي دين هذا الذي أعزك الله به فتعترف منذ قليل بأن الكلاب خير منك لولا أن أعزك الله بهذا الدين؟ فبدأ جمال الدين يشرح للقائد التتاري عن الإسلام وعظمته ومبادئه ورقيه، وإذا بالقائد التتاري يلين قلبه تنشرح نفسه ويقول للشيخ: إذا سمعت بي جلست على العرش فأتني وذكرني، فإني أريد أن أدخل في هذا الدين العظيم. وهذا ما كان أيها الأحباء. وتربع القائد على عرش السلطنة، وذهب إليه الشيخ جمال الدين الوحيد الذي قام بما عجزت عنه جيوش، ودخل هذا القائد في الإسلام، وأدخل رعاياه في الإسلام، وأقام حكما إلهيا ربانيا عادلا هاديا استظل به في أراضي أفغانستان دهرا طويلا. يا عباد الله، أزمتنا هي أزمة داخلية نفسية، هي أزمة نقص في الداخل، هذا الذي يولد شللنا وعجزنا. إنها أزمة انتساب، إنها أزمة استعلاء بهذا الدين الذي ننتسب إليه. انظروا يا عباد الله، سلمان الفارسي جاء من بلاد فارس ويجلس بين العرب المحسوبين على عوائل وقبائل وعشائر، وبدأ الصحابة الكرام كل منهم يعرف بنفسه، فهذا يقول: أنا فلان ابن فلان، وهذا يقول: أنا فلان ابن فلان، وهذا يقول: أنا فلان ابن فلان، بحسبهم ونسبهم يتفاخرون.
ووصل الدور إلى سلمان، قالوا: من أبوك يا سلمان؟ قال: أبي الإسلام، لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. أبي الإسلام، لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وإذا بسلمان فارس الضعيف الفقير المهاجر الغريب الشريد ينال أعلى وسام من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يسمع الحوار، فقال بأعلى صوته: سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت، نحن بحاجة إلى انتماء وانتساب باستعلاء كمثل سلمان لديننا في زمن الضعف، في زمن الغربة والكربة، في زمن الجراح والآلام والهموم والغموم. ومن هنا يبدأ خط السير نحو العلا يا عباد الله، من داخلنا، من اعتزازنا، من انتسابنا، من ثقتنا، من إرادتنا. ما أحوجنا والناس ينتسبون إلى أموالهم وإلى جاهاتهم وإلى رتبهم وإلى سلاطينهم وإلى قبائلهم وعشائرهم وأعراقهم ومذاهبهم. ما أحرانا وأحوجنا أن نقول ما قال سلمان: أبي الإسلام لا أب لي سواه. أن يكون انتسابنا لدين ابتداء، أن يكون انتسابنا لأرض، أن يكون انتسابنا لوطن، أن يكون انتسابنا لقضية، أن يكون انتسابنا لهوية، أن يكون انتسابنا لمستقبل سيأتي، سيأتي مستقبل العزة والسيادة، ونبدأ بالعمل عليه يا عباد الله. إخوتي أحبتي، آن أوان الجد، فاشتدي زيم قد دفها الليل بسواق حطم. آن أوان الجد، آن أوان الجد، وآن أن نتحرك جميعا، وأن نبدأ بإخراج ما في دواخلنا من همم، بتفجير ما في جوانحنا من طاقة، من إرادة. لن نكون أبدا دمى يحركونها كما يريدون، لن نكون أبدا ننظر إلى الحدث بعين حولاء أو عمياء، لن نصبح أبدا يا عباد الله جزء من الهجمة والأزمة والمؤامرة، بل نحن سنكون جزء من الحل بإذن الله الواحد الديان. لن نصاب بانهزام داخلي، لن ننكسر ونحن في أعماقنا ثابتون صامدون شامخون، نستعلي بإيماننا ونستعلن بقضيتنا ونرفع الرؤوس عاليا بانتساب لدين ووطن وأرض وقضية. نعم سينهزمون، سينهزمون، سينكسرون، رغم كل مخططاتهم، رغم كل ما يبذلون، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. سينهزمون، ثقوا بالله وثقوا بما أقول على أعواد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سينهزمون، سينهزمون، رغم عملائهم، رغم أذنابهم، رغم كلابهم المسعورة الذين يلبسون جلود ظأن على قلوب ذئاب، رغم أولئك الذين لهم جثمان إنس ولكن قلوب شياطين، اللسان لساننا والجلدة جلدتنا ولكن القلوب أعجمية غربية يهودية أمريكية. سينهزمون، سينهزمون، سينهزمون رغم ألف أبي رغال يدلهم على الطريق ويمهد لهم السبيل للوصول إلى وطن وأرض وما تبقى من وجود. سينهزمون، سينهزمون. وإنا نعمل ولتكون معنا في خندق العمل، بدءا من رفع مستوى الوعي إلى كشف أبعاد ما يجري، إلى أن نأخذ الدور الفاعل، إلى أن نتخلص من عقدة الوهن والوهم والانهزام وعقدة النقص، إلى أن نتخلص من حالة الشلل. أيها الطيبون، هذا المسار، أصحاب الدمعات والدعوات والآهات والحسرات، هذا الطريق، هذا الطريق. وإسلامنا لن يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد، إسلامنا لن يستقيم عموده بمدائح تتلى لمدح محمد، إسلامنا نور يضيء طريقنا، إسلامنا نار على من يعتدي. يا إخوتي يا أحبة، انهضوا، ثقوا، واجهوا، جابهوا، قبل أن يتكرر عليكم نفس السيناريو، وقبل أن تصبحوا جزءا من الجثث
الملقاة في شوارع مدن العراق لا يعرف قاتلها، تموت بالمجان في عرض الطريق. إنهم يريدون تكرير السيناريو، فاحذروا وانتبهوا يا عباد الله، يا أخي، يا حبيبي، يا حبيبي، إنني عامل وأنت معي، وأنت عامل وأنا معك. كلنا نعمل حكاما ومحكومين، كلنا نعمل فرسان سياسة وأهل دين، كلنا نعمل أصحاب لحن وأصحاب رتب، كلنا نعمل في المصانع والجوامع والجامعات، في المساجد والمعاهد، كلنا نعمل يا عباد الله. لن نتوانى، سنرد الهجمة وسنعالج الأزمة وسنكسر العدو وسنفشل المخطط بإذن الله الواحد الرب الواحد الأحد. ويا أخي، إذا مرت بي الأيام وكنت تحت أطباق الثرى ولم أعد بينكم، فمر على قبري وضع باقة من زهر وقل يا أخي قد صدق الله وعده وجاء الفتح المبين كما كنت تذكر من سنين. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، قائد الغر المحجلين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرًا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعي النفس وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم على سيدنا محمد، وارضى يا ربنا عن الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح اللهم منا ما كان فاسدا، وأصلحنا ظاهرا وباطنا يا مصلح الصالحين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجعلنا تحت راية رضاك إخوانا متحابين يا رب السماوات والأراضين. اللهم يا من رددت موسى إلى أمه كي تقر عينها، ويا من رددت يوسف وأخيه إلى أبيه، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، رد شبابنا إلى إسلامهم ردا جميلا، رد بناتنا إلى عفافهن ردا جميلا، رد حكامنا وعلمائنا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ظهير اللاجئين، يا جار المستجيرين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا صريخ المكروبين، يا معين العاجزين، يا دليل الحائرين، يا أمل المذنبين، يا غاية الراجين، يا حبيب الصادقين، يا محبوب المخلصين، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا غافر كل خطية،
يا صارف كل بلية، كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ اللهم من عادانا فعاده، ومن كادنا فكده، ومن نصب لنا شباكا فاجعله عالقا بها، ومن حفر لنا حفرا فاجعله واقعا فيها. اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم، وجمد الدماء في عروقهم، حتى يذبحوا أنفسهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. اللهم ربنا ورب كل شيء، ومليكنا ومليك كل شيء، نشهد أن كل معبود ما دون عرشك إلى قرار الأراضين باطل غير وجهك الكريم. قد ترى ما حل بنا فأغثنا، قد ترى ما نزل بنا فأغثنا، قد ترى ما أحاط بنا فأغثنا. أغثنا 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 يا الله. اللهم إن الأعداء طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربنا سوط عذابه، إنك لبالمرصاد، إنك لبالمرصاد، إنك لبالمرصاد. حرك جنودك يا رب، حرك جنودك يا رب، حرك جنودك يا رب، وما يعلم جنودك إلا أنت. غيرتك وغارتك، غيرتك وغارتك. جبريل ومن معه يا الله، 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 جبريل ومن معه يا الله. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. لا نذل وأنت القادر، لا نهان وأنت القاهر، لا نغلب وأنت الغالب. يا رب يا رب، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. إلى من تكلنا يا رب؟ إلى من تكلنا يا الله؟ إلى من تكلنا يا رب؟ يا رب، قتلوا كبارنا، ذبحوا صغارنا، انتهكوا أعراضنا، دنسوا مقدساتنا، مزقوا قرآننا، شتموا نبينا، هدموا ديارنا، سرقوا خيراتنا، احتلوا أرضنا، تآمروا على شبابنا وشيبنا، سجنوا أحرارنا. يا الله يا الله يا الله، دماؤنا تجري تناديك، دماؤنا تجري على الأرض تناديك، أقصانا يبكيك، قدسنا تئن إليك، عراقنا الجريح يستنجد بك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، قلوبنا الجريحة، نفوسنا الذبيحة، أعيننا الدامعة، جباهنا الساجدة، كلها تقول يا الله يا الله يا الله. رفعنا إليك أكف ضراعة يا الله،
لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، كرامة لدموع اليتامى، كرامة لأنات الأيامى، كرامة لصرخات العفاف، كرامة لدمعات الأقصى، كرامة لآهات العراق، كرامة لكل أبي يقول لا للظلم والطغيان. يا رب يا رب يا رب احمي أبناء أمتي، اجمع كلمتهم، رص صفوفهم، لم شعثهم، اجعلهم يدا واحدة على منا وأهم. يا رب أزل الخلاف بين أبناء الأمة الواحدة، أصلح بين أهل فلسطين، أصلح بين أبناء فلسطين، انزع فتيل الفتنة من بينهم يا رب، فإنهم جنودك المرابطون، دفعوا ضريبة العز غاليا من دمائهم وأشلائهم. لا تجعل الفتنة تأكلهم يا رب، لا تجعل نار الفتنة تحرقهم يا رب. اكشف العملاء المدسوسين يا رب يا رب، أصلح بين أبناء العراق، أصلح بين أبناء العراق، عليك بفرق الموت في العراق، عليك بميليشيات العنف الأعمى في العراق، زلزلهم يا رب، افضحهم يا رب، واجمع كلمة أبناء العراق سنة وشيعة على قلب رجل واحد ضد الاحتلال. يا رب احمي سوريا، احمي شعبها وأهلها، احمي قائدها ومقودها، احمي حاكمها ومحكومها، اجمع كلمتهم، انضم بخيط الوداد بين قلوبهم، اجعلها انموذج الثبات والنصر، اجعل أبناء سوريا أبناء الملحمة القادمة. على أيديهم اكسر أمريكا، على أيديهم اقتل اليهود، فإن هذا وعدك يا الله، وإن وعدك لا يتخلف أبدا. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نلتقي إن شاء الله غدا في الساعة 7:30 مساء في قاعة جامع الإيمان في محاضرة بعنوان أخطاؤنا تحت المجهر، فإن من لم يعرف أخطاءه ويعترف بها ويعالجها لا يمكن أن يأخذ دوره في المواجهة والمجابهة. لقاؤنا غدا في محاضرة أخطاؤنا تحت المجهر 7:30 في القاعة.